الحقيقة دايما احنا بنركز على التفاؤل، بنركز على الإبداع، بنركز على الفن. انطلق مؤخرا ملتقى أنا مبدع اللي بيفتح أبوابه للأفكار والإبداعات والمبادرات الشبابية وبيدعمها. مشاهد. أنا مبدع، ملتقى فتح أبوابه لتسليط الضوء على الأفكار كل الإبداعية شاب رائد، الشبابية. وإن وجاءت كان الفكرة إن أنا ماليش بعد نصيب النجاح الباهر الذي أنا حصده كائن ملتقى بفخر، الإبداع إذا الأول أردت بدولة تميزي من الإمارات الآخرين العربية المتحدة. إحنا بعد ما عملنا الملتقى الملتقى الأول الأول لهذا لهذا الموضوع الموضوع في في الإبداع، الإبداع، أنا أنا مبدع مبدع في في دولة دولة الإمارات، الإمارات، وجدت وجدت أن أن أصبح أصبح الملتقى الملتقى الآن الآن جاهز جاهز لأن لأن ينتشر ينتشر في في كافة كافة الدول الدول العربية. العربية. فاقترحت للسيد أحمد هيكل أن أن يكون يكون أن أن تكون تكون المحطة المحطة الثانية الثانية أو أو المحطة المحطة الأولى الأولى خارج خارج الإمارات الإمارات هي هي مصر، مصر، لأهمية لأهمية مصر مصر التاريخية التاريخية وأيضا وأيضا لأدوارها لأدوارها الكبيرة الكبيرة القادمة القادمة إن إن شاء شاء الله الله مستقبلا. مستقبلا. الملتقى الملتقى فكرته فكرته الرئيسية الرئيسية إن إن هو هو عايز عايز يوصل يوصل للشباب للشباب العربي العربي فكرة فكرة إنه إنه اعتمد اعتمد على على نفسك. نفسك. انت ممكن تبدأ بحاجة بسيطة جدا، بس المهم تعرف شغفك فين وتعرف موهبتك الحقيقية فين وتشتغل عليها. وكمان بيوصل رسالة تانية انه الابداع في الحياة مش فقط في الامور اللي الناس شايفة فيها الشو فقط. لو جبنا مثال للاعبين مشهورين او ممثلين مشهورين، فبالتالي في علماء كتير كمان مشهورين او اصحاب مبادرات حقيقية على الارض برضو حققوا نفس الشهرة. شهد الملتقى الملتقى حضور حضور كبير كبير من من الشخصيات الشخصيات العامة العامة والجمهور والجمهور المهتم المهتم بالإبداع، بالإبداع، أكثرهم أكثرهم من من فئة فئة الشباب الشباب الجامعي الجامعي والخريجي. والخريجي. بعمل شغل بالكولاج بالجرايد، وبعمل شخصيات وكاركترز. والله كل لوحة، كل لوحة وظروفها. في لوحة ممكن تخلص في 3 4 ايام، بس ده بتكون قليل جدا ما تبقى كده. وغالبا يعني اللوحة بتاخد حوالي من 10 ل 15 يوم، على حسب كم الشغل اللي موجود جوه اللوحة. يعني عملت مثلا جيفارا، عملت موناليزا، عملت مارلين مونرو، عملت سعد الدين الشاذلي، هشام الجاخ. شايفين الدنيا كلها، الفيديوز كلها شبه الفيديو كليبس، يعني شبه بعضها. فجت فكره عايزين نغيرها ليه، يعني حتى ليا انا واسلام كنا بنتفرج على اصحابنا، مش عايزين ننزلها. فاشتغلنا الموضوع ده بالذات، شكل الاغنيه رومانسيه بيضايقنا، يعني بنحس ان هو اسطمبه ثابته، فاحنا عايزين نبعد شويه عن، يعني يبقى في برضه قصه وبتاع وستوري لاين، بس يبقى شكله حلو يعني. وفرصه، فرصه ان الواحد لما بيقعد في مناخ فيه ابداع زي ده بيحصل نوع من العصف الفكري كده. دي في حد ذاتها تجربه خلتني انا كشخص اعرف اقف قدام ناس. دي كانت مشكله عندنا انا وهو، احنا اصلا ما بنطلعش في حفلات وما بنعملش اي حاجه، لان احنا مش متعودين على الكاميرا ولا على ان احنا نكلم جمهور يعني. فدي كانت تجربه يعني زودت ثقتنا في نفسنا شويه او كتير يعني. هم كان 10 دقائق بس كانوا حلوين. ملتقى ابداعي يهدف عايزين لتسييخ نغير، عايزين مفهوم نشوف، التفكير عايزين نسمع، الابداعي عند مش عايزين الشباب مش عايزين والتفكير خارج نتفرج على الصندوق، ولا ودفعهم ولا للبحث عن ولا موهبتهم وشغفهم الحقيقي. احمد سامح، صباح أون. مفيش احلى من بدايه يومنا كده بالفن والابداع والافكار الجديده المختلفه اللي احنا شفناها في التقرير. شباب كده قادر ان هو يقدم شيء مختلف وافكار كمان جديده. شفنا جوه عربيه ازاي الشابين بيشتغلوا على المزيكا، شفنا افكار كمان جميله مختلفه. محتاجين ده، محتاجين نرعى كمان المواهب الابداعيه بشكل مختلف.